أعزائي طلاب وطالبات الصف 11، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هناخد فيها مسائل متنوعة على درس الطاقة وتغيرات الحالة. هناخد حساب كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة اللي هي حرارة الانصهار والتصعيد، وأفكار أخرى من المسائل الموجودة في كتاب المدرسة. أولا القوانين، احنا خدنا كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة لما يكون في تغير في درجة الحرارة. الكيو بتساوي ام سي دلتا تي اللي هي تي فاينل ناقص تي انيشيال. كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة، يعني هنا درجة الحرارة ثابتة، ليها قانونين. اما هنقول الكيو بتساوي ام في ال ال اف دي حرارة الانصهار، او الكيو بتساوي ام في ال ال في ده حرارة التصعيد. عندنا الكيو زي ما خدنا كمية الحرارة بوحدة الجول، الام كتلة المادة بوحدة الكيلو جرام، او عطاني الجرام نقسم على 1000 عشان نحصل على الكيلو جرام. السي اللي هي السعة الحرارية النوعية جول على كيلو جرام كلفن. ال ال اف دي الحرارة الكامنة للانصهار بجول على كيلو جرام. ال في الحرارة الكامنة للتصعيد بوحدة جول على كيلو جرام. تي انيشيال درجة الحرارة الابتدائية. تي فاينل درجة الحرارة النهائية. دلتا تي التغير في درجة الحرارة بوحدة الكلفن. كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة اللي هي أي قانون من الاتنين دول بتكون موجبة، بنحط لها إشارة موجبة عند امتصاص المادة أو اكتساب المادة طاقة، يعني زي مثلا الانصهار تحول من صلب لسائل، ده اكتساب من سائل لغاز اللي هو التبخير أو الغليان، كله ده إشارة موجبة. وبتكون سالبة عند فقد أو انطلاق الحرارة من المادة، زي عملية مثلا هي تحول من غاز لسائل اللي هو التكثيف، أو تحول من سائل لصلب اللي هو التجميد، حط إشارة سالبة. لو حولت من الجرام إلى الكيلو جرام أقسم على 1000 عشان نحصل على الوحدة الدولية للكتلة. هناخد مسائل الكتاب. احسب مقدار الطاقة التي يمتصها 20 جرام من الماء، نحول من الجرام إلى الكيلو جرام نقسم على 1000. هنا قال لي مقدار الطاقة التي يمتصها، عاوز الكيو، وهنا يمتصها يعني في اكتساب، يعني لازم تكون بالموجب من الماء في درجة 100 ليتحول إلى بخار عند درجة 100. يبقى هنا اتحول من حالة إلى أخرى بس عند نفس درجة الحرارة. يبقى استخدم أي كيو في تغير في درجة الحرارة، ولا كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة نستخدم الكيو بيساوي الام في ال ال في دي كمية الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة دون تغير في درجة الحرارة. وهنا نحط إشارة موجبة لأن هنا يمتص أو يكتسب. نعوض الكتلة والـ LV ثابت للمادة الواحدة، ونعوض نطلع الكيوب وحدة الجول. مسألة أخرى، احسب مقدار الطاقة المنطلقة من 1 جرام، 1 جرام نقسم على 1000 هتطلع لنا الكتلة بالكيلو جرام، وهنا قال الطاقة المنطلقة يعني مفقودة، ولازم هنا تكون سالبة من بخار الماء درجة حرارته 100 عندما يتكثف يعني يتحول إلى ماء عند نفس الدرجة. يبقى الدرجة ثابتة، طالما الدرجة ثابتة يبقى استخدم إيه الكيو تساوي ام في ال ال، بس نشوف هنا ال اف ولا ال في، هنا تكثف عكس هنا التبخر أو الغليان، فإحنا هناخد نفس القانون بس بإشارة سالبة لأن قال لي الطاقة المنطلقة وقال لي تكثف. نعوض سالب ونعوض بالكتلة والـ LV هتطلع معانا الكيو ووحدة الجول بس سالبة. نركز في المسائل زي دي ممكن تجينا نقاط اختيار من متعدد.
بيقول لنا هنا إذا علمت أن الطاقة الحرارية اللازمة لانصهار كمية من الجليد، يعني الكيو اللازمة لتحويل الجليد إلى ماء، جليد إلى ماء عند ثبوت درجة الحرارة، عملية الانصهار بتكون درجة الحرارة ثابتة، يعني هنا دي الكيو اف اللي هي حرارة الانصهار أو نقول كيو، فإن كتلة الجليد عاوز الام، ومدينا الحرارة الكامنة للانصهار للجليد ال اف، فهنطبق في قانون ايه الكيو تساوي ام في ال اف، الكيو موجودة وال اف موجودة، نطلع الام بطريقة الحاسب هتطلع معانا ب 0.1125. هناخد مثال محلول في كتاب المدرسة، احسب الطاقة ليكيو اللازمة لتحويل قطعة 100 جرام، هنحول من الجرام إلى الكيلو جرام نقسم على 1000، من ثلج درجة حرارتها -30 إلى بخار ماء درجة حرارته 100. هنا هنحول من ثلج إلى بخار ماء، لعملية فقد ولا اكتساب؟ عملية اكتساب حرارة، يبقى الكيو هنا لازم تطلع كلها بالموجب. طيب هنبدأ من ثلج -30 ونهاية المحطة بخار درجة حرارته 100. طيب يوم أنا هكسب هنا الثلج كمية من الحرارة، هيتحول من ثلج -30 إلى ثلج 0، ده أول حالة. لما نكسبه كمية من الحرارة تاني، هيتحول من ثلج 0 إلى ماء 0، دي الحالة التانية، ودي الكيو هتبقى رقم 2. بعد كده هنحوله من ماء 0 إلى ماء 100 باكتساب كمية من الحرارة. بعد كده هتحول من ماء 100 لبخار 100، ودي الكيو رقم 4. يبقى احنا هنا هنحسب 4 كيو، وكلهم 4 بالموجب لأن اكتساب حرارة من الأول للآخر. طيب تعالى نحسب الكيوهات. الكيو الأولى هنا في اختلاف في درجة الحرارة 0 و -30، يبقى نستخدم الكيو اللي هي ام سي تلتا تي اللي هي تي فاينل ناقص تي انيشال، ونعوض الام ب 0.1. هنا هناخد ايه السعة الحرارية النوعية للثلج اللي هي السي اللي هي 2090. طيب بعد كده دائما عند رأس السهم درجة الحرارة النهائية، بداية السهم درجة الحرارة الابتدائية، فاحنا هنطرح 0 ناقص ناقص 30، انت هتقول 0 بعد الناقص بالقانون، وهنا -30، ممكن نقول 0 زائد 30 على طول لان سالب سالب هيبقى موجب، هتطلع معانا الكيو 1 ب 6270 جول، زي ما قلنا لازم تطلع بالموجب. ناخد الكيو الثانية، هنا 0 و0، هنا درجة الحرارة ثابتة، يبقى هستخدم هنا في انصهار، يبقى حرارة الانصهار اللي هي الكيو 2 بتساوي ام في ال اف، وهنا بالموجب لأن في اكتساب، هنعوض بالام موجودة وال اف دي ثابت موجود، نعوض تطلع معانا الكيو رقم 2 برضه بالموجب. طيب الكيو الثالثة هنا 0 وهنا 100، في اختلاف في درجة الحرارة، فاستخدم القانون كيو بتساوي ام سي دلتا تي، ونعوض، والسي هنا شوف هنا السي فين؟ ميه ماء ماء، يبقى هنا نستخدم سي ماء، الكتلة ثابتة، السي عاد هتتغير اللي هي 4.19 × 10³ اللي احنا ممكن نقول 4190، وهنطرح النهائي في درجة الحرارة اللي هي 100 ناقص الابتداء اللي هي 0، هتطلع معانا الكيو بوحدة الجول موجبة. الكيو الرابعة هنا ماء 100 بخار 100، هنا استخدم حرارة التصعيد، الكيو بيساوي ام في ال في، الام موجودة والال في برضو ثابتة 2.26 × 10^6، تطلع معانا الكيو بوحدة الجول. بعد كده نحسب الكيو توتال، نجمع الكيوهات كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 زائد كيو 4، وبعدين نطلع الكيو الكلية بوحدة الجول.
احسب كمية الحرارة اللي هي كيو التي تنطلق يعني هنا في تبريد أو فقد، يبقى هنا تكون الكيو بالسالب عند تبريد 1 جرام. 1 جرام نقسم على 1000، وقلنا تنطلق، يبقى هنا هيبقى فيه فقد، يعني الكيوهات هتطلع بالسالب. من ماء درجة حرارته 100، يبقى هنا البداية ماء درجة حرارته 100 حتى يصبح ثلج عند الصفر، ثم يستمر في التبريد حتى يصل للصفر المطلق. يعني الثلج هنا هيبقى عندي الصفر المطلق. الصفر المطلق اللي هو كام؟ سالب 273 سيليزيوس. يبقى ده هنا بداية التحويل ماء 100، نهاية التحويل ثلج سالب 273. طيب هنا في فقد ولا اكتساب؟ في فقد للحرارة. طيب نبدأ عندنا، هنحول من الماء 100 هيوصل لمية 0 بالتبريد بالكيو رقم 1، وبعد كده بالتبريد مرة أخرى تاني هيتحول من ماء 0 إلى ثلج 0 بعملية التجمد، وبعد كده من ثلج 0 يتحول لثلج سالب 273 للكيو رقم 3. طيب تعال نحسب هنا في الأول من ماء إلى ماء درجة الحرارة مختلفة، وبستخدم قانون ام سي دلتا تي. الام موجودة والسي هنا سي مية، ما يبقى نستخدم سي ماء، اللي احنا زي ما قلت لك ممكن نعوض عن الرقم ده ب 4190 على طول بدل الأس، وهنقول درجة الحرارة ايه؟ النهائية 0 ناقص الابتدائية 100 هتطلع معانا بالسالب لأن هنا في فقد. طيب الكيو التانية هنا ماء 0 ثلج 0، يبقى مفيش تغير في درجة الحرارة، يبقى استخدم قانون الكيو بتساوي ام ال اف، بس هنا احط اشارة سالبة، لازم انا احط الاشارة لأن هنا مفيش تغير، ما عنديش القانون ما في كله ده ارقام موجبة، فلازم انا احط هنا اشارة سالبة عشان في فقد، ونعوض سالب ونحط الأرقام الكتلة، والـ LF موجودة هتطلع معانا الكيو سالبة. الكيو التالتة صفر وسالب 273، تغير في درجة الحرارة، بستخدم القانون الكيو بتساوي MC دلتا T. عندنا هنا الثلج ثلج، يبقى هنا هستخدم السي حق الثلج، الام ثابتة والسي حق الثلج، وهنقول T final سالب 273، T initial صفر، هتطلع معانا بالسالب برضو. بعد كده هنقول الكيو توتال تساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3، نجمعهم كلهم بإشارات سالبة، تطلع معانا في الآخر الكيو بالسالب بوحدة الجول. ما هي مقدار الطاقة الناتجة عن تكثف؟ تكثف يعني هنا في فقد في الطاقة 10 جرام، هنحولها نقسم على 1000، وهنا قال لي تكثف أو فقد في درجة الحرارة أو انطلاق، يبقى دي هنا في فقد، يبقى الطاقة تطلع معانا بالسالب. من بخار ماء، يبقى بداية تحويل بخار ماء درجة حرارته 100 ليغير حالته إلى ثلج، درجة حرارته سالب 10، ثلج سالب 10، يبقى بداية التحويل بخار ماء درجة حرارته 100، نهاية التحويل ثلج درجة حرارته سالب 10، يبقى في فقد في الحرارة. طيب نبدأ هنا، لما يتكثف البخار هيتحول إلى ماء، درجة حرارته كام؟ 100 عند نفس درجة الحرارة دي الكيو رقم 1. بعد كده بفقد الحرارة الماء هيتحول من ماء 100 إلى مية 0، ده الكيو رقم 2. بالتبريد كمان الماء 0 يتحول لثلج 0، عملية التجمد، درجة الحرارة ثابتة، الكيو رقم 3. بعد كده من ثلج 0 إلى ثلج سالب 10، دي الكيو الأخيرة، كلهم لازم هيطلعوا بالسالب لأن كله ده عملية فقد في الحرارة. طيب إحنا هنا بخار 100 ماء 100، يبقى هنا نستخدم قانونية الكيو بتساوي M LV، وهنا نحط إشارة سالبة من عندنا لأن هنا في فقد أو انطلاق للحرارة. الام موجودة و
ال ال في اللي هي الحرارة الكامنة للتصعيد اللي هي دي 2.26 ضرب 10 أس 6، يطلع معانا الكيو واحد بإشارة سالبة. طيب من ماء 100 لماء 0 في تغير في درجة الحرارة، يبقى الكيو بتساوي ام سي دلتا تي، وهنا السي حق مين؟ حق الماء. الام هننزلها زي ما هي، والسي حق الماء موجودة 4180، وهنطرح تي نهائي اللي هو 0 ناقص تي ابتدائي اللي هو 100، 0 ناقص 100 هيطلع معانا الرقم بالسالب. هنا ما نحطش إشارة سالبة لأن هنا في تغير في درجة الحرارة، هو اللي هيطلع لي السالب أو الموجب. بعد كده الكيو التالتة 0 و0، ماء 0 ثلج 0، يبقى احنا هنعوض هنا بيه بالقانون ام ال اف، واحط إشارة سالبة لأن هنا في انطلاق في ده انطلاق للحرارة من المادة. الام موجودة والحرارة الكامنة للانصهار موجودة اللي هي 3.33 ضرب 10 أس 5، هيطلع معانا الكيو برضو بالسالب. يبقى هنا في القانون ده احنا بنحط اشارات سالبة، اما القانون اللي هو في ام سي دلتا تي هو هيطلع مع نفسه بيه بالسالب. الكيو الاخيرة ثلج 0 ثلج سالب 10، في تغير في درجة الحرارة، بستخدم الكيو ام سي دلتا تي ونعوض. الام موجودة والسي هنا السي حق مين؟ حق الجليد. نبص على البداية والنهاية، ثلج ثلج، يبقى دي هنا هنعوض بالثلج، السي الثلج 2100. بعد كده نطرح نهاية السهم سالب 10، بداية السهم 0، بسالب 10 ناقص 0 هتطلع معانا بالسالب. هنقول الكيو توتال، نجمع الكيوهات 4 كيو بالسالب، هتطلع معانا الكيو بإشارة سالبة. الفكرة الثانية من المسائل، ازاي احسب كمية البخار او درجة الحرارة عند الاتزان الحراري. مسائل نفس مسائل الخلط ومسائل الاتزان الحراري اللي خدناها قبل كده اللي هي في المسعر الحراري. عندنا بيقول لنا احسب كمية البخار، يعني انا عندي بخار عاوز احسب كميته. كميته يعني كتلته. البخار دي درجة حرارته كام؟ 100. الذي يجب أن يضاف إلى 150 جرام من الثلج، يعني عندي هضيفه على ثلج، كتلته 150 جرام نقسمها على 1000 عشان نحولها لكيلو جرام. درجة حرارة الثلج ده 0، الاتنين خلطتهم داخل وعاء معزول اللي هو مسعر حراري، وصلوا إلى ماء درجة حرارته 50، يبقى هنا حصل اتزان حراري بين الثلج وبخار الماء، فحصلنا على ماء درجة حرارته 50، ده عند الاتزان الحراري. هنا أنا عندي في طريقين، في واحد بيفقد اللي هو البخار عشان يتحول إلى ماء، وفي واحد بيكتسب اللي هو الثلج بيتحول إلى ماء. يبقى أنا عندي في كيو هيبقى فيها فقد، في كيو هتبقى فيها اكتساب، مش نفس المسألة الأولى. المسألة الأولى كان الخط كله إما فقد أو الخط كله اكتساب، هنا في فقد واكتساب. طب هنعمل ايه؟ نشوف. هنبدأ هنا نشوف الثلج ازاي يوصل لماء. عندنا يما حول أول حاجة، يما هيكتسب هنا الثلج طاقة، تحول من ثلج صفر إلى ماء صفر، وهنا ده هيبقى فيه اكتساب، يعني الكيو هتبقى بالموجب. بعدين هيتحول من ماء صفر إلى ماء 50، برضه اكتساب للحرارة، وبرضه هتبقى الكيو بالموجب. يبقى هنا وصل لخطوتين، من الثلج إلى ماء، من ثلج صفر إلى ماء 50، خد خطوتين. طب نشوف البخار، البخار هنا لما هيفقد حرارة هيتحول لماء، درجة حرارته 100، وهنا في فقد، فالكيو هتبقى بالسالب. بعد كده هيتحول من ماء 100 إلى ماء 50، هيفقد برضه حرارة. هنا الكيو هتبقى الكيو الأخير. طبعا براحتك تسمي ده كيو واحد كيو اتنين، تسموه كيو واحد كيو اتنين اللي يعجبك. يبقى احنا هنا عندنا في اتنين كيو اكتساب وفي اتنين كيو فض. في مسائل المسعر الحراري والاتزان الحراري بنقول سيجما كيو تساوي صفر، يعني الكيو واحد زائد الكيو اتنين زائد الكيو تلاتة زائد الكيو أربعة تساوي صفر، لأن عندنا هنا أربعة كيوها. نبدأ عاد
نشوف كل واحد فيهم. الكيو واحد ده هنا درجة الحرارة ثابتة، يبقى نعوض بقانون الام ضرب ال اف لان ده انصهار. الكيو الثانية في اختلاف في درجة الحرارة، يبقى نعوض بقانون ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال. الكيو الثالثة بخار 100 ماء 100، يبقى ده ام ال اف، وهنا متحول لبخار الى ماء يعني في فقد، فنحط اشارة سالبة. طيب الكيو الاخيرة ماء 100 لماء 50، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال كله ده يساوي كام؟ يساوي صفر. نركز هنا في قاعدة الاشارات، الفقد خاصة في الام ال اف والام ال في، في الفقد نحط اشارة سالبة نعوض. طبعا انا هنا عامل باللون الاحمر على اساس دي كتل حق مين؟ حق الثلج، واللي باللون الاخضر دي كتل حق البخار. تعال للثلج في الاول، كتلته 0.15 ضرب ال ال اف 3.33 ضرب 10^5 زائد الام برضه 0.15 ضرب هنا السي هنا حق الماء 4190، هي نفس الرقم ده. وهنطرع عاد النهائي ناقص الابتداء، هنقول 50 ناقص صفر زائد، هندخل على مين؟ ندخل على البخار، هنا 100 وهنا 100، يبقى دي هنستخدم قانون اللي هو ال ام ال في، بس هنحط اشاره سالبه، والكتله هنا مجهوله نحطها ام، ونضرب في ال ال في 2.26 ضرب 10^6 زائد. طيب الخطوه الاخيره برضه هنا تخص البخار، يبقى الام مجهوله، وهنا في تغير في درجه الحراره، يبقى ام سي دلتا تي. هنعوض الام مجهوله والسي حق الماء اللي هي 4190، وهنطرح التي النهائي اللي هو 50 ناقص التي ابتدائي اللي هو 100 يساوي كام؟ يساوي صفر. بطريقه الاله الحاسبه هنحط دي اكس وهنا دي اكس، هتطلع معانا كتله او كميه البخار 0.0329 كيلو جرام. يبقى هنا دي في مسائل كان نفس مسائل الاتزان الحراري، في حراره مفقوده وفي حراره مكتسبه، نقول سيجما كيو تساوي صفر ونجمع الكيوهات حسب العدد 3 4 5 وهكذا، ونكتب كل كيو. ونلاحظ هنا في قانون الام ال اف والام ال في في حاله الفقد نحط اشاره سالبه، اما في قانون ام سي دلتا تي هي نفسها بتبقى سالبة أو موجبة، لأن دايما بنطرح النهائي ناقص الابتدائي. ممكن نحل نفس المسألة بطريقة أخرى. الخطوات الأولى اللي عملناها المخطط هيبقى زي ما هو، فيش حاجة، بس هنا الطريقة دي هنتغاضى عن الإشارات، كل القيم هتكون بالموجب، لا هنحط موجب ولا سالب. هنقول طبعا هنا في مسائل الخلطة والاتزان الحرارة والمسعر هنقول سيجما كيو تساوي صفر، بس هنا مش هنجمعهم ونقول يساوي صفر، لا هنقول كمية الحرارة المفقودة تساوي كمية الحرارة المكتسب. هنا اللي اكتسبوا الاتنين الأولانيين واللي فقدوا الاتنين التانيين، يبقى هنقول كيو واحد زائد كيو اتنين في طرف يساوي كيو تلاتة زائد كيو أربعة في طرف تاني. في الحالة دي أنا أنسى الإشارات هتبقى كله بالموجب. طيب الكيو واحد عندنا هنا صفر وصفر وهنا ثلج، يبقى دي حرارة الانصهار اللي هو ام ال اف، زائد الكيو الثانية في تغير في درجة الحرارة، يبقى ام سي دلتا تي يساوي، احنا قلنا يساوي، تعال هنا 100 و100، يبقى ام ال ال في، وما احطش اشارة سالبة خلاص طالما استخدم هي الطريقة دي. بعد كده هنا 50 100، يعني في تغير في درجة الحرارة، يبقى ام سي دلتا تي. طيب تعال نعوض الام هنا حق الثلج 0.15 ونضرب في ال ال اف، وهنا برضو نعوض كتلة الثلج والسي الساعة الحرارية النوعية للماء، وهنا الدلتا تي دي دائما هنطرح الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير، يعني هنا البداية 50 النهاية 100، هنطرح دائما الكبير ناقص الصغير عشان تبقى القيمة بالموجب، 50 ناقص صفر لازم كل القيم تطلع موجبة. طيب تعالى في الناحية الثانية
هنا قلت لك ما نحطش خلاص اشارات، هنعوض بقانون الام ال اف، الام ال في، الام ال في، الام مجهوله والال في موجوده، 2.26 ضرب 10 اس 6. طيب الخطوه الاخيره هنقول نعوض بالام زي ما هي، والسي اللي هي السعه الحراريه النوعيه للماء موجوده، وهنطرح الكبير ناقص الصغير، هنقول 100 ناقص 50، يبقى على اساس تكون المساله كلها موجبه، هنا خليتها بالموجب وهنا هطرح اقول كبير ناقص الصغير، الكبير ناقص الصغير، فتطلع كلها موجبه، نسويهم وبطريقه الاله الحاسبه نطلع الام، هيطلع معانا الام بنفس الرقم. فعندنا حلين، اما نقول الكيو سيجما كيو تساوي صفر، فنقول كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 زائد كيو 4 تساوي صفر، ونستخدم قاعدة الإشارات الفقد بالسالب والاكتساب بالموجب. الطريقة الثانية نساوي كمية الحرارة المفقودة بكمية الحرارة المكتسبة، وهنا كلها تبقى القيم مطلقة موجبة، سواء ام ال اف او ام ال في نخليهم بالموجب، وفي حالة الدلتا تي نطرح التي الأكبر ناقص التي الأصغر. الأسهل ليك استخدم. مسألة أخرى، ما هي كمية بخار الماء عند درجة حرارة 100؟ عاوز كمية بخار الماء، بخار ماء عاوز كتلته عند درجة حرارة 100 التي يجب تكثفها، تكثفها يعني هتتحول إلى ماء لصهر قطعة من الثلج، يبقى أنا عندي هنا ثلج كتلتها كام؟ 20 جرام نقسم على 1000، درجة حرارتها كام؟ صفر، علما بأن الحرارة الكاملة للانصهار ال LF والحرارة الكاملة للتصعيد ال V والسعة الحرارية النوعية للماء اللي هي C. يبقى أنا عندي هنا قال لي هنا لصهر قطعة ثلج، لصهر قطعة الثلج يعني هنحول الثلج إلى ماء، يبقى هنا عند الاتزان الحراري هيتحول لماء، درجة حرارته كام؟ درجة حرارته صفر. يبقى ضفت بخار ماء درجة حرارته 100 على ثلج درجة حرارته صفر، حصلنا على ماء درجة حرارته صفر. ليه صفر؟ اللي قال لنا الصهر قطعة من الثلج يعني تتحول إلى ماء. طيب هنا في عندي فقد وفي عندي اكتساب، هنبدأ هنا بخار الماء عشان يتحول لماء كأنه بيفقد، فهنا يتحول من بخار 100 إلى ماء 100، هنا عملية فقد، فالكيو هتطبق بالسالب. بعد كده هنحول من الماء 100 إلى ماء صفر برضه فقط، يبقى الكيو رقم 2 بالسالب. طيب لما حول من ثلج إلى ماء ده عملية اكتساب، ده هيبقى الكيو رقم 3. زي ما قلت لك طالما هنا في مسعر حراري وخلط واتزان حراري، يبقى هنقول سيجما كيو تساوي صفر، ونجمع الكيوهات الحرارة المفقودة والمكتسبة نسويهم بالصفر، يبقى كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 يساوي صفر. وهنا طالما قلنا الطريقة دي يبقى لازم نستخدم الإشارات، اللي بيفقد بالسالب واللي بيكتسب بالموجب في قانون ام ال اف او ام ال في. طيب عندنا الكيو 1 اهي بخار 100 ماء 100، بستخدم قانون الام ال في ونحط إشارة سالبة لأن في فقد، 100 صفر، بستخدم قانون ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال، زائد هنا ما نحط السالب ولا موجب لان هو هنا هيطلعها من تغير درجة الحرارة هيطلعها بالسالب. تعال هنا الكيو رقم 3 ده اكتساب، صفر وصفر يبقى ام ال اف، وهنا بالموجب لان اكتساب، كله ده يساوي كام؟ يساوي صفر. نعوض سالب كمية البخار أو كتلة البخار مجهولة، ال في موجودة، زائد الإم برضه هنا حق البخار أهو، احنا ماشيين بخار لغاية هنا، لغاية كلمة اتزان حراري، الإم هنا بخار برضه مجهولة، السي 4180، وهنطرح التي نهائي اللي هو صفر ناقص ابتدائي، فيطلع معانا برضه بالسالب أهو، زائد كتلة التلج موجودة. والحرارة الكاملة للانصهار موجودة يساوي صفر. بطريقة الآلة الحاسبة نطلع الام بوحدة الكيلو جرام، أو زي ما قلت لك ممكن تستخدم نفس الخطوات دي، بس نساوي كمية الحرارة المفقودة
بكمية الحرارة المكتسبة، يعني نقول كيو واحد زائد كيو اتنين في طرف يساوي الكيو تلات، وتكون كلها موجبة، ما فيش حاجة اسمها سالب، يعني هنا ما نعوضش عاد بالسالب. وفي حالة اللي هي ام سي دلتا تي نطرح الكبير ناقص الصغير على أساس تبقى كلها القيم موجبة، ونطلع الام بطريقة الآلة الحاسبة. هناخد فكرة أخرى، إزاي نحسب درجة الحرارة النهائية في حالة الاتزان الحراري في مسائل الخلطة أو في مسائل المسعر الحراري. عندنا إحنا هنا بيقول لنا أضيفت قطعة من الجليد كتلتها نحولها بالكيلو جرام، درجة حرارتها سالب 20، إلى مسعر حراري مهمل، الحرارة النوعية يحتوي على ماء، الماء ده كتلة 300 جرام نحوله بالكيلو جرام، عند درجة حرارة 70 باعتبار عطينا السعة الحرارية النوعية للماء والسعة الحرارية النوعية للثلج والحرارة الكامنة للانصهار. عاوز درجة الحرارة النهائية للنظام بعد أن يصبح النظام في حالة اتزان حراري. أنا هنا عندي مسألة خلط، خلطت ماء ساخن مع ثلج درجة حرارته سالب 20، هنحصل على ماء درجة حرارته مجهولة، هتكون أقل من 70، وطبعا أكتر من الخط بتاعي الثلج، يبقى هنا هنحصل على ماء درجة حرارته أقل من درجة حرارة الماء في الحالة الأولى. طيب هنشوف، هنبدأ هنا بالثلج. الثلج هنا عشان يتحول من ثلج سالب 20 إلى ماء درجة حرارته أنا مش عارفها، هنا هيبقى فيه اكتساب، فيتحول من ثلج سالب 20 إلى ثلج صفر، وهنا فيه اكتساب كمية من الحرارة، يعني الكيو هتطلع ياه موجبة. بعد كده من ثلج صفر إلى ماء صفر، برضه هنا هيكتسب كمية من الحرارة، فالكيو هتطلع ياه موجبة. طيب بعد كده من ماء صفر للماء درجة حرارته مجهولة، هو بتاع الاتزان الحراري، اكتساب برضه. طب انا عندي هنا الثلج خد 3 كيو عشان يوصل للماء، اكتساب. طيب الماء 70 عشان يتحول لماء مجهوله، ده خطوه واحده، وهنا يبقى في فقد في الحراره، فهتكون دي بالسالب. زي ما قلت لك في مسائل المسعر في مسائل الخلطة هنقول سيجما كيو تساوي صفر، ونجمع عدد الكيوهات، انا عندي هنا 4 كيو يساوي صفر. بعد كده نعوض ونشوف، هنا طالما قلت يساوي صفر يبقى استخدم الاشارات الام ال اف والام ال في، لو فيهم فقد نحط اشاره سالبه، لو اكتساب نحط اشاره موجبه. الام سي دلتا تي نخليها زي ما هي، لان هنطرح التي فاين ناقص انيشال هتطلع بالموجب او السالب. طيب نستخدم الكيو واحد سالب 20 صفر، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال. الكيو الثانيه صفر صفر، يبقى ام ال اف، وهنا اكتساب بالموجب. الكيو الثالثة عند صفر ودرجة حرارة مجهولة، يعني في اختلاف، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال زائد. تعال نروح ناحية اللي فقد الماء يتغير في درجة الحرارة، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال كله يساوي صفر. طيب نبدأ بالكيو رقم واحد، ده حق مين؟ حق الثلج، نعوض بكتلة الثلج، لا ننسى عوض بالكتل الصحيحة 0.02. الساعة هنا الحرارية النوعية للثلج 2090، هنقول عاد نطرح النهائي ناقص الابتدائي، النهائي صفر ناقص الابتدائي سالب 20 ناقص ناقص تطلع بالموجب، يبقى صفر نقول زائد 20 على طول طالما هنا في إشارة سالب، زائد الام برضه حق الثلج، في ال اف ثابتة، زائد برضه الام الثالثة حق الثلج، في السي هنا تحول لماء، عاد نحط ماء تقول دي بدايته ثلج ما فيش مشكلة، فتغير حالته، نعوض هنا ب 4190، وبعدين نقول تي فاينل اللي هو المجهولة ناقص تي انيشال اللي هي بصفر، ده كله ده اكتساب، وده كله حق الثلج، عاد نشتغل حق مين؟ حق الماء، كتلة الماء موجودة ب 0.3، والسعة الحرارية النوعية هنا ماء 4190. بعدين نقول تي فاينل ناقص التي انيشال ناقص 70 يساوي صفر، بطريقة الآلة الحاسبة نعوض تطلع معانا التي فاينل ب 60 تقريبا.
ممكن نفس المسألة برضو نحلها بالقانون اللي احنا خدناه قبل كده بطريقة أخرى، لو احنا زي ما قلت لك عاوزين نتغاضى عن حتة الإشارات الموجب والسالب نعمل ايه؟ برضه هنطبق قانون السيجما كيو تساوي صفر، بس هنا هقول كمية الحرارة المفقودة تساوي كمية الحرارة المكتسبة، نساويهم ببعض. يبقى الطريقة الأخرى نساويهم ببعض، هنقول كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاتة كلهم دول ده اكتساب يساوي الكيو رقم أربعة. يبقى احنا هنا خدنا تلاتة اكتساب وواحد فقد يساوي بعض. طيب ونعوض ونشوف الكيو واحد هنا اللي هي فيها ام سي دلتا تي، والكيو اتنين صفر وصفر يبقى ام ال اف، والكيو تلاتة فيها اختلاف في درجة الحرارة يبقى ام سي دلتا تي يساوي الخطوة الرابعة دي اللي هي الفقد ام سي دلتا تي. وانا هنا قلت دلتا تي هنطرح الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير عشان كله يبقى بالموجب. طيب تعال نعوض هنا، هنا التلاتة دول حق الثلج، يبقى هنعوض ب 0.02 ضرب السعر الحراري النوعية للثلج، والدلتا تي هنقول ايه الكبير اللي هو الصفر ناقص الصغير اللي سالب 20 هيطلع بموجب 20. الام حق الثلج في ال اف موجودة، نيجي عاد الام برضه حق الثلج في السي السعر الحرارية النوعية للماء لأن اتحول لماء، ونطرح عاد طبعا عندي هنا صفر وعندي تي فاينل، طبعا بالتأكيد التي فاينل دي أكبر من الصفر، فهنقول دايما الكبير ناقص الصغير هنا في القانون ده تي فاينل ناقص الصفر يساوي، تعالى هنا في حق الماء اللي هي الكيو الأخيرة الام عندنا ننزلها ب 0.3 في السي 4190 وهنطرح عاد. طبعا هنا درجة الحرارة الابتدائية كانت كبيرة ودرجة الحرارة النهائية هتقل لأن هنا هيحصل اتزان حراري، فنقول 70 ناقص التي فاينل. بطريقة الآلة الحاسبة نطلع التي فاينل هيطلع معانا بنفس الرقم. يبقى هنا في طريقتين برضه لحل المسألة، لإما أقول كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاتة زائد كيو أربعة يساوي صفر واستخدم بس أطبق الإشارات، أو أساوي كمية الحرارة المفقودة بكمية الحرارة المكتسبة. وهنا ما يكونش كلها تبقى القيم مطلقة موجبة سواء في الـ M الـ F أو الـ M الـ V، وفي حالة الـ M C دلتا تي دائما دلتا تي نطرح الـ T كبيرة ناقص الـ T صغيرة براحتك. ناخد مسألة أخرى على إزاي إن أنا أحسب درجة الحرارة النهائية للنظام عند الاتزان الحراري. وضعت قطعة من الجليد كتلتها، عندي جليد كتلته 40 جرام، هنحول الكيلو جرام نقسم على 1000، درجة حرارته سالب 10 في مسعر حراري، أدي هنا دي مسائل خلط أو اتزان حراري، سعة الحرارية النوعية مهملة، يحتوي على 200 جرام من الماء، يبقى أنا عندي ماء، هنحول 200 جرام للكيلو جرام، درجة حرارته 90، احسب درجة الحرارة النهائية للنظام. أنا لما أخلط ماء 90 على ثلج صفر عند الاتزان الحراري هنحصل على ماء درجة حرارته مجهولة ما عارفينش بس أقل من 90. طيب نشوف هنا في فقد وفي اكتساب، الماء هيفقد والثلج هيكتسب. نبدأ الماء 90 هيتحول إلى ماء مجهول، والثلج هيتحول من ثلج سالب 10 إلى ثلج صفر، ومن ثلج صفر إلى ماء صفر، ومن ماء صفر لماء درجة حرارته مجهولة. عندنا احنا هنا لما حولت من ثلج سالب 10 لثلج صفر كان اكتساب، فكمية الحرارة هتكون بالموجب. من ثلج صفر لماء صفر اكتساب، كمية الحرارة برضه هتكون بالموجب. من ماء صفر لماء مجهول برضه اكتساب، كمية الحرارة هتكون بالموجب. أما هنا من ماء 90 لماء مجهول هيبقى هنا في فقد وتبقى الكيوب السالب. زي ما قلت لك في مسائل الخلط نقدر نحلها بأكتر من طريقة، نحلها بطريقة الكتاب، نقول سيجما كيو تساوي صفر، نجمع الكيوهات ونساويها بالصفر. هنعوض الكيو واحد هنا في اختلاف في درجة الحرارة، يبقى هنقول ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال زائد صفر صفر يبقى ام ال اف
صفر درجة حرارة مجهولة، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال. ده اللي يخص مين؟ الثلج. لذلك حاطط ايه الكتلة باللون الأحمر عشان يخص الثلج. بعد كده الماء حطها بلون تاني، وهنا اختلاف في درجة الحرارة، يبقى ام سي تي فاينل ناقص تي انيشال يساوي صفر. نبدأ نعوض، نبدأ بالثلج 0.04، السعر الحرارية النوعية للثلج 2100، بعدها نقول صفر ناقص عشرة، يبقى صفر ناقص ناقص عشرة، ناقص لأن في القانون وناقص عندي هنا، بناقص ناقص هتبقى موجة. بعد كده الام برضه حق الثلج والال اف ثابتة، الام حق الثلج، السي هنا سي أصبحت مية، فاحنا هنعوض عنها بأربعة آلاف مية وتمانين، وهنطرح التي النهائية المجهولة ناقص الصفر. ده كله ده يخص الثلج، ده اكتساب، زائد الفقد عندي هنبدأ نعوض بإم موجودة، السي موجودة حق الماء، بعد كده نقول تي فاينل اللي هي التي مجهولة ناقص الانيشال 90 يساوي صفر. بطريقة الألحاسبة أطلع التي النهائي.